أتي للنبي صلى الله عليه وسلم تريد تعرف رحمة الله؟ تريد تعرف رحمة الله؟ أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بسبي، ومع هذا السبي امرأة مسكينة ضعيفة ضيعت ابنها في تلك المعركة، والصحابة ينظرون والنبي ينظر وهي تبحث عن صغيرها بين الأشلاء وبين السيوف وبين المتاع، والنبي ينظر والصحابة ينظرون، فلما وجدته ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها رحمة به، والنبي ينظر والصحابة ينظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه ملقية ابنها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: الله أرحم بكم بهذه بولدها، الله أرحم بكم من هذه بولدها، فلا إله إلا الله. فعلت ذنب اليوم؟ امسح اليوم. فعلت ذنب اليوم؟ طهر اليوم. فعلت ذنب اليوم؟ صلح اليوم. يا أخوان، لو تبنشر سيارتك لازم تصلحها اليوم، صح ولا لا؟ هذا خطأ وهذا عطل. أنت إذا تعطلت حسناتك بالآثام والذنوب والمعاصي عد إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا ثم قام وتوضأ وأحسن الوضوء ثم صلى لله ركعتين لا يحدث بها ما نفسه، أي خشع بتلك الصلاة، إلا غفر الله له ذلك الذنب.